الصعيد وتنمية المناطق الصناعية، وطبعا خلال المنتظر الأمين. ويبقى برضه إحنا عموما عايزة أقول إن أي مشعشع في سؤال يوسف بيسأل بنحافظ على بعض المصنعين زي ما أنا عايزة أكد حاجة مهمة جدا، مفيش مشروع ولا برنامج في وزارة التعاون الدولي ما بيتحركش في مراحل معينة. أول مرحلة لازم نتشاور مع كل الجهات المسؤولة أو اللي ليها مصلحة في هذا المجال، نتشاور مع النواب اللي بيمثلوا الشعب والمناطق في هذه المناطق عشان نعرف مشاكل إيه أولويات. بنتكلم مع المسؤولين والمصنعين في هذه المحافظات، وبيبقى اختيارنا دايما مبني على محافظات دولة واقعية واللي هي محتاجة ستاند اب هادي خاص بتتحرك على الاساس. المشروع ده طبعا الوزراء المختصين وطبعا وزير الطاقه الامين، ولكن برضه معانا وزير بدر وزير التنميه المحليه ووزير برضه الاسكان. قدامنا التحديات اللي احنا اتكلمنا مع المصنعين في سوهاج هنا، قالوا ان مثلا موضوع صرف زائد في وقت الغاز مفيش طرق توصلنا للطرق العربيه بيعملوهم في حد في توصيل السلع او مواد الخام. احنا اتحركنا الكهرباء وبنشتغل مع المشاكل، فبنحاول نعمل منظومه تنميه شامله عشان احنا بنتفادى مشاريع مختلفه اللي هي يعني مشاريع مختلفه في حتت كتيره، بس مش متجمعه منظومه شامله. مش معقوله بتنظفوا علينا عاملين وحده للرقابه متابعه. انا حطيت برضه مشاكل اي حد عنده معلومه او فكره ان احنا بنتحرك في المشروع كذا حاجه. احنا جدا عن الخطوات مش مالك الرقابة الموقع عليه نسحب منه الا لما بيكون راح للجبهة الوصولية، وهم ما اعرفش في حد اللي هو فينا، ولكن هم بيبقوا حريصين جدا يشوفوا بيروح فين متابعين معانا يعني تقرير شهري على يعني الاولويات بتعرف باحسن طريقه. وكمان بنطلبهم حاجه من الجهاز الكويس بيكون دايما في ان احنا جاي مشاريع بتستعمل اللي هي سرعه. ودلوقتي بنتشرف بالدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. طبعا حابة أعرف رأيك في مؤتمر النهاردة وأهم أهدافه. طبعا أنا سعيدة أن أنا مشاركة في المؤتمر الاقتصادي اللي بيعده مؤسسة أخبار اليوم، لأن هو أهم موضوع شاغل الرأي العام هو التنمية الاقتصادية والنمو. والنهاردة يعني كانت جلسات مهمة لأنه بتجيب كل الأطراف المختلفة، بتجيب المستثمرين، المصنعين، رجال الأعمال، رجال المال، البنوك معنا النهاردة، طبعا الحكومة والصحفيين والإعلام. ودي فرصة حلوة أن احنا نشوف إيه الحمد لله اللي أنجز في الفترة اللي فاتت وإيه التحديات وإزاي نتحرك للأمام. الحكومة بتقوم الأيام دي ببرنامج شامل إصلاحي اقتصادي اجتماعي، وهو مش برنامج الحكومة، يعني أنا بقعد أقول له برنامج الشعب المصري، لأن الشعب المصري ساهم في إعداد هذا البرنامج. البرلمان كان ليه دور مهم جدا في المسودة النهائية وفي المراقبة مراقبة تنفيذ هذا البرنامج. وإحنا يعني حصل جلسات مختلفة بتناقش الإصلاح، البرنامج الإصلاح الاقتصادي، بتناقش النهاردة مشاريع صغيرة ومتوسطة، لأن الهدف الرئيسي من البرنامج ده اللي إحنا المفروض ما ننساش الهدف اللي هو تنمية شاملة عادلة مستدامة، جميع فئات المجتمع وجميع المحافظات تكون مستفيدة وتجني ثمار هذا البرنامج وهذه التنمية. طب ايه اهم المشاريع اللي بتقوم بها الدولة لتطوير او دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحل أزمة طبعا توفير فرص العمل؟ الحكومة بتشتغل بقى على ثلاث محاور رئيسية. أولا الدعم المادي بمعنى التمويل، تنويع أدوات التمويل ما تبقاش بس قروض ولكن استثمار في رأس المال، تمويل التأجيري، تمويل برضو التمويل العقاري، إن هم يبقى عندهم موارد مختلفة عشان يبقاش في مخاطر ويقدروا إن هم بالعكس يعملوا ربحية كبيرة. مجال تاني اللي هي المساعدات الفنية، لأن كتير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مش بس بيكون التحدي التمويل، بيكون محتاجة تدريب وتنمية مهارات خبرة، محتاجة إن أنت تربطش المستثمر الصغير أو المشروع الصغير بمشاريع كبرى عندها خبرة أكتر، على بيقدر إن هو يبقى ضامن إن السلعة أو المنتج اللي هو
بينتجوا بيبقى ليه السوق بتاعه، ازاي تشجعيه وتسانديه ان هو يكون مصدر، لان احنا طبعا عايزين البلد بلدنا مصر انها تقف على ارض صلبه وان يكون لها مواردها، وده مش هتيجي غير من المصنعين، ان هم المصنعين والمصدرين ان هم يقدروا يجيبوا التمويل ويقدروا يتحركوا ويقدروا يوفروا فرص عمل، وده في الاخر الهدفنا الرئيسي توفير فرص عمل بالاخص للشباب وتحسين دخل ومعيشه الاسره المصريه. طب ايه الميزانيه اللي مخصصاها الدوله للمشاريع دي والمده الزمنيه ليها؟ يعني بالنسبه للتعاون الدولي احنا الحمد لله قدرنا بتوفيق من ربنا ان احنا نجيب تمويل 2.8 مليار دولار، منه 20% منح والباقي ميسرة. قدرنا ان احنا نساند مبادرة سيادة الرئيس اللي هي المشاريع الصغيرة المتوسطة اللي هي 5% متناقصة، دي قادرة تساند المشاريع في الفترة الحالية، واحنا بنحاول ندي اولوية للمحافظات اللي هي زي سيناء زي الصعيد اللي هي يعني اولى بالرعاية واكثر احتياجا، لان نسب البطالة ونسب الفقر اعلى بالمقارنة بالمحافظات الاخرى، وفي كمان مجال لان هناك في خيارات كتير وفي مجالات كتير للتنمية والاستثمارات، فاحنا عايزين نشجع هذه المناطق ان شاء الله ويبقى في برضو ربط بين المحافظات من خلال الطرق وكده. شرفت بحضرتك دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. شكرا ليكي. احنا شفنا لغاية 90 سنة.